السلامة حاج. عايش كمدول مصورة الوليدات خاصت هذاك مش للبيع. اي عجبوني صورت اللون محليه مع بعض هبجي بلون والروزي جي جا محليه وهما ارتيفيسيال ظاهرين كأنهم ناتوريل ما شاء الله شو هيك الكعبه ما زالت ما فتحتش فنان اللي عملها بيصير هو كان فنانين يعملوا حاجه هذه خاصه الورد مغرومي ان شاء الله ايامتنا كلها ورد في امان الله عايشك يا حاجه صباح الخير شفتوا انا حتى ما نعرفش العباد راني نسلم ونكلم ونحكي ونعبر هعمل من هذا نتاع القرايه شوف هذا 22 900 وريتكم الاخرين تو هذول 22 شوفوا هذه محلاه هذه ب 27 فما شوا كبير هذه ب 23 اظن ب 30 اللي بيديهم اغلى راه صوم شوما الارخص اظن ب 30 هذوما اللي بالتكتيكه بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمين يا مساء النور والبهجة والسرور كنت تتفرجوا فيها في المساء وكان في الصباح عشان نهاركم أسعد الأيام نحييكم وين ما كنتم وقت ما كنتم فيديو جديد صديقاتي معايا لليوم نسجل لكم الشباك محلول والدنيا كلها محلولة وإن شاء الله ربي يحل بيبان خير في وجوهنا نتمنىكم الكل في خير وفي صحه وفي نعمه يا رب العالمين اليوم البنات خرجت باش نقضي على اساس باش نقضي قضيه داري خاطر انا كما تعرفوا ما عنديش صغيرات باش نحضر لهم للمكتب يا اخي قلت هكا شفت الادوات وشفت البنادر وشفت كل ما يخص العوده المدرسيه قلت لازم نفيد صديقاتي كما تعرف ديما المحتوى انت عيشني الاضافه والافاده ونصيحه من الروح للروح يرحم والديكم هاكم حافظينها المهم مش نبدو على بركه الله هنا في الطريق ماكم تعرفون انا جيت نتكلم وعمك الموتور جا فن 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 لازم يطل عليا كيما تعرفوا البنات كيما نبدا ماشيه في الثنية مرحبا بيه مرحبا بيه لازم يزورنا الموتور راه مشيني نرحب بالسوق نرحب بالموتور المهم لازم هكا يعطينا هكا جو في الموسيقى نتاعو في الفيديوهات في المقدمات باش نهزكم معايا باش نوريكم شنو هو موجود باش تاخذوا فكره على الاسواق كل شيء تصوروا التفاصيل تاع التفاصيل الاقلام الكرارس كل ما يخص هكا الحاجات اللي تستحقونه من وليداتكم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي يكون في عونكم قلتوا لكم هذايا في الفيديو اليوم الفيديو ما فيش مونتاج اليوم الكلام بديت نقضي صورت لكم ومن بعدين باش تشوفوا الادوات يعني توا في البروموسيونات اي سيدك نوتيلا نوتيلا عاملينها ب 15000 فيها 350 غرام هاي نوتيل 15000 بي هنا عاملين بروموسيون في جوفريت ما نعرفش عليها هذه باش جربتها خذيت منه كيوي وفاني فما نوع خذيت منه وانا صيي خذيت وهاني رجعت لكم وهذه فرامبواز وفاني مو فرامبواز اي كيندر بيعجبني القهوه هنا فما بوندان هذه صوليب 4500 فيها 50 غرام وهذه فيها 100 غرام 8600 هاي وفما هذه زاد 15 ايش خاصني 15000 جنيه هذه بالكارت فيداليتي فما النوعيه هذه 28 دينار ما عنديش عليها حتى فكره فما النوعية هذا زيد ما عنديش عليها حتى فكرة ما نجربهم 21 دينار و 350 فما النوع ذيك بتصوص 17000 هايك لورانجية برامو 250 غرام هذي ب 24 دينار لوتوس هذي هاي صومها فيها 400 غرام فما البسكوي زيد سمايل عاملين فيه بروموسيون 15100 اهو فيه الانواع الكل سمايل شوكولا حلي ونوازيت فما البسكوي هذا عاملين فيه زاد بروموسيون 14100 هذا فوري فما زاد هذايا البنتو ب 14100 سمو ب 14100 هذا تو بروموسيون راه خاطر كلهم طلعوا الاسوان نتاعهم اظن فما تي جاتو
بيتي جاتو شوكولا والا نوازيت والا غاز فريز نقول ما نتكلمش بالاغره والا فما اللي هذايا نحبو برشا هذا يعجبني برشا حاسين وانا خذيت منه تنوريكم قضيتي بيان سور هذه 1550 اها هذا 1550 نمشوا نواصلوا هذه البنات كوكيز ب 1300 اها وصوم خاطر العباد الفوق ما بقاش نجمش نصور اها وصوم ب 1300 باش ما نصورش العباد باهي وهنا فما الشامية الشامية دي 350 غرام بابيون تروي سيك 9000 اهاي فما هذه اللوز ب 6800 اللوز فما الفستق 8900 350 غرام كلهم البنات حتى اللوز 350 غرام فما هدايا ب 1320 هيا على درك 1320 هو هذا اهو البي هذي هنا فما الكيك هذي ب 5000 كيك جرام مي عاملين فيه بروموسيون كان 6200 ولا ب 5000 يا هاو الهامبرغر عاملين فيه بروموسيون ما شفتوش انا ناتور كان دينار ولا زوز ب 900 شو هذاك البروموسيون 100 فرنك فما نهو زاد فما ما فماش الكومبلي فما العاد كومبلي راه ديما اغلى بيان سور ما فيش بروموسيون دوكا فما كان النورمال ها 800 هذا زاد عاملين فيه بروموسيون من 4800 ولا 3800 هي فيه 360 غرام اها هما اي شوفوا الجبن هذا من 32 دينار هبط ل 26 لوندور هذا نحب الجبن هذا الجبن العظم عاملين فيه بروموسيون من 14400 ل 12900 هذايا وجعتني من 14400 ل 12900 هاي اوفو شو اسمها هي اوفولينا هاي هنا طلعت لها غاديك وهي هنا ب 13000 ها بريزيدون 16 عاملين 5800 كان صوموا 6700 16 اما البيت انا بروموسيون في الاخرى تو نوريهولك كل المنادل نتاع القرايه هذوما بربع 35 يا البنات ها هذوما ب 35 هذوما اللي بيديهم ب 35 اما اللي من غير ايدين ب 30 ها هما اللي من غير ايدين صنوش هذوما ب 30 اما اللي بيديهم ب 35 ها هما فما في الابيض فما في البلو زاد بلو مارين هذا زاد ب 30 هذي هذايا شوفوا شكلها كيفاش ب 35 فما هذي هذي ب 40 البنات ايديه فما هي بلو مارين اه هي لون شفتوا راي لونها بلو مارين هذي اللي مكتوبة عليها هذي ب 35 فما الناس تقيس ما نجمش نطلعها وهذي ب 40 ونقرب يمكن الضوء يبدل لي خنشوف لكم الاخرين اعطيكم فكره على الاسواق هذوما ب 23 22 و 900 22 و 900 هذوما 35 حتى هما اللي درتيه شو هذي 33 وهي 35 35 هذه ب 37 هذه ب 37 وفيها راهو الاعمار من 6 سنين حتى ل
حتى ال 14 سنه. هذه من عامين حتى الخمسة سنين، هذه من عامين حتى الخمسة سنين ب 32 دينار و 900، قولوا 33. هذه فيها من العمر من 6 سنين حتى ال 14 سنه 37 دينار، وهذه من 3 سنين حتى ال 5 سنين ب 23 دينار. لا مش هذه، هي اللي نحكي لكم عليها 23، هذه لا، هذه 28 900، هذه 28 900، ثم هذه 24 900، فيها زادة في الأحمر في الأخضر وفي الأصفر. ثم هذه 42 900 بيديها، ثم هذه 42 900، وثم هذه زادة كيف كيف نفس السوق. هذه البنات ب 34 900. هاي ثم هذه ب 23، هذه ب 23، ثم هذه 35، هذه بنات هناك اسكتوا قليلا. عرفت وين الله غالب، نعرف اللي فما صديقات قالوا لي هذه الكبسول متاحة غالية، فوق عليك منها فات الحكاية متاحة، أما أنا عجبيني 900 على 45 دينار في الشهر، تعطيها مدة عامين بار فاسيليتي، وهذه ب 38 في الشهر على عامين 500، عاجبيني وباقين في بالي البنات. لكن الحاجة اللي من الحاجات اللي نحب ناخذ، أما حتى الصوم البنات عندي أي تكتبوها مرمى. شوفوا هالمريولات موبيل كوليكسيون، هذه من عامين حتى 16 عام 25، ومن عامين حتى 16 عام بونطالون، هذاك مريول والسروال ب 40، اهو السروال ب 40 والمريول ب 25، انواع واشكال عندكم، فير بيستاش عندكم، اورانجي عندكم، فليغري عندكم، البلون عندكم، ما نعرفش شنو اللون هذايا، انا هو الفيردو فيهم وانا هو الفيروليف، حسيلو راهي الإضاءة ما تعطيش. هذا مش كوراي، لا روز لا ما عرفتش اللون الحسيل، هذا الكوراي هو، هذا كوراي. فما الحديدة تو باش تستحقوا الأمة، هي ربي يفضلكم الكل، المنديلة متاع القراية باش ترجع، تغسلوا الدنيا شتاء ب 40 البنات، ها صمها مش غالي برشا 40، ها هذه من الحاجات اللي تنجموا تاخذوها تو. أيا جينا تو للقرار، لا هذايا بروتيج دوكيمون 160، 15300، أها هذايا في أكثر 200، يبدا على الجيتين 17900، أها تو باش ندخل شير تسويم باش القراية بالحق لسوامة، مش نخلي المعو الزينة من المعو، هاي نشوفوا التروس بالرسمي، التروس البنات 47 دينار، تروس 47 دينار، أما عرفتوا كلي يقول لك اضرب السكينة ترجع هكاكا يعني ما يتقطعش، نقولوا نحن كاليتي شد لكم كاليتي باهي تشد عام مصر، قلت يما 47 دينار 47 اهو. انا راه ما عنديش حتى فكره، لا نوري لكم وكا هو شنو موجود دي اقلام 7400 اظن ب 3200، ها هو البنات اربع ستيلوات احمر واخضر واكحل وازرق، المهم 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 ها هما هنا الاخضر اظن 3900، لون كلهم 3920 الماركة هذي، هاي 3920، وهذه ب 5000 فيها هكا 6، والا فيها 4 ب 4000، والا فيها كهرباء
هما ب 12000 يعني فيهم 10 فيهم 10 هما ب 12000 12170 أقلام تو هنا عندنا هذيا ب 12700 اللي كبروا صغاره يحمد ربي والله في الوقت هذا هما 7850 أما اللي مازالوا صغار وصغار مسكين 12 فيهم 12 هذي ب 17500 فيهم 24 هذي ب 16500 فيها 24 حتى هي وين شوف أردواز هذي اللوحة الأردواز يا سيدك بنسيتك ب 5400 فما انت 6500 هذه البارب ب 5000 ومعاها البنات برمو معاها ستيل من الزر هاي باش ما نظلموهاش نقولو غالي هذه لا ما معاهاش اما تمسح تكتب حتى هذه نورمالمون اهم اظن عليه اظن ب 12 800 اهي معاها هيك وهذه ب 11400 هاي منها ستيل ومنها فيها معناتها الخلاصه هي ب 5700 وهذا مش كاتبين عليه السوق يستحقوا له تولوا عندهم صغيره هذه ب 10000 فيها 24 7900 شوفوا الكرتاب شوف استقدوا والله حسيت بجو القراية يا حسرة ذوما نتفكرها قبل وقتنا ب 16100 16100 أشوفهم لا ذوما هما ذوما ب 6300 ذوما 6300 ساعة تو هزي ب 10000 ها هو من داخل كيفاش به فما في البلو فما يعني فما لون ولاد فما لون بنات صومو ب 10000 به هذا سكادو سكادو ب 25 جابني حتى هو شو صومو تسمى به الكبار تو ولاو يهزوا حاجات كيكا فما اللون هذايا فما اللون هذايا جون بيرو ستاليف هذا المطلوب هذا المطلوب نوع وشكيل إذا طاحت لي هذه خرجها الفسكة هذايا شفت حاجات ها شفت البيروات خليني نوري والطواب أظن 17000 فني أهم أخرين شنين بعشر ريف أظن 17000 هذه فيها برشا هكذا راهي ايد هزا بها الساك وايد نصور بها 17000 خنحل نوريكم من ليه شو شديت كيف باش نحلوه تحيط راسي شفتوه من داخل اها وفيه من هنا ب 17000 كان هدية زيادة شوفوا من البطاطا كيفاش هما ب 17 فيهم في الروج فيهم في التركواز فيهم في الجري هذوما 19 هاهم هذوما انواع قديش منهم؟ هما حاطين 19 باني اما سكادو ما ضايع معاهم هذا
الطاولة هيك. هذه كانت 327 حسب على القراءة. وهذه 268 دينار 380 هذا بيرو 515 بيرو وهذا 291 بيرو هذا 291 أها وهذا 515 وهذا ب 349 وحطينا فرفة سيليتيرا وخلص 33 في الشهر على عام هاي تابلو هذايا افيك ليتر قال لك ب 43 دينار و 800 هاهم هاهم فيهم ستيلو هاهما شتوهم معاهم لي ليتر هاهم الحروف معاهم شو هذي محلاه والله يتشهي على القرايه انا ديما قبلكم ديما نحب الطاوله عندي في دارنا ديما نحطها ونحسب روحي انا معلمه اجواء شوفوا هنا والله مساكن والدي ربي يعطيكم القوه بصراحه تحياتي صديقاتي كل من العيد من رمضان العيد الصغير العيد الكبير العطله الصيفيه والله نحسب معاكم للعودة المدرسية 18900 دوم نشوفوا الغلاف تاع الكرار الدينار الغلاف هذوما ب 800 ديون تكتب بس وهذه فما الالوان كلها شو ما حلاه في الروز دينا عجبني اللون شوفوا هنا الكراسي الكرارس والراس العلم هيك ليش يقول لك ربي خل نشوف صورهم 5020 هي 288 باش مش معاش تقطعوا الكرارس شوفوا شوفوا يا الوليدات شوفوا مش معاش تقطعوا الكرارس بالفلوس راه 5020 ها نقول لك يو ار باورفول شوف هذوما هذه 192 صفحة 3430 وهذه 48 صفحة كراسة 48 يا حسرة 950 هاي على يمتنا احنا كنا نقرا خاصه كانت كررت هذه ب 200 فيها 288 5000 288 هاي 288 حاصل هنا ديجا حاجات 3190 192 صح هذه 1730 فيها 96 صف نظمها ب 4850 و 8200 قديش ديزني 160 صفحة و 8200 ديزني الأخرى 80 80 لا 80 غرام الوزن تاعها هذه 112 صفحة ها كرني 5000 كرني ولا وذي بلفي 22 ألوان فيهم برش هذه ب 3300 3300 تاخذ باش من شو كاتبين كاتبين 17 في 22 سنتيمتر اها هذه سبيرال سامبل ب 4600 هذه 11 هذه ب 14000
ودي ب 11000 سعر الاضاءه هذه ب 11000 الاخرى ب 14 الاخرى قلت لكم ب 14 هذه ب 8400 الحاصل هذه هي شيرة القراية ربي يكون في عونكم وربي ينجح الأعمال إن شاء الله اللي تعملوها اللي دازكم يا رجع لكم في نجاح هذه ب 25 عندنا 25 دينار وهنا في طريقنا إلى العودة للبيت إن شاء الله ربي وصلنا بالسيف